السلام عليكم، مساء الخير الشعب السوداني. السلام عليكم قوات مسلحة، السلام عليكم مشتركة، السلام عليكم في سنجة، السلام عليكم في سنار، في السوق، في بورسودان، السلام عليكم في مدرمان الصامدة، السلام عليكم أيها الشعب السوداني الكريم. أمسية سعيدة من أماسي معركة الكرامة والانتصارات حقيقي والله، وربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمنا الليلة بانتصارات داخلية وخارجية في كل الميادين. ونحمد الله على نعمة الانتصار، ونحمد الله على نعمة الحق، ونحمد الله على نعمة القوات المسلحة، ونحمد الله على نعمة الجيش، ونحمد الله إنه إحنا سودانيين، ونحمد الله إنه ربنا أكرمنا إنه نكون جزء من معركة الكرامة كشعب و مساندين لقواتنا المسلحة. وربنا أكرمنا في النهاية إنه إحنا سودانيين مميزين، وحنظل مميزين إن شاء الله. ربنا يحفظكم، وربنا يعني ينصرنا بيكم، وتحية لقواتنا المسلحة في المستطيل الأخضر، وتحية لكباتن السودان اللي كانوا قدر المسؤولية وما زالوا قدر المسؤولية وأدوا واجبهم زيادة. تحية لأبنائنا في كل أفريقيا اللي ساندوا المنتخب السوداني واللي كانوا الليلة واقفين معاه ظهيرا وممثلين للشعب السوداني. تحية لكل الشعب السوداني خارج السودان اللي بيقيفوا وقفات حقيقية وكان لها أثر كبير الليلة في قرارات مجلس الأمن. تحية لجيشنا في بريطانيا، تحية لبكري وأخوانه، تحية للصامدين الثابتين. ربنا يحفظكم ويتقبل منكم، وتحية لكم أنتم في اللايف، تحية إعزاز ويعني إكبار، وتحية إنه الواحد ينتمي إلى هذه الأمة العظيمة اللي بتصنع مجدها وفرحها بيدها في كل الميادين. احنا واقفين وثابتين ومقاتلين في السياسة وفي الميدان وفي المعركة هناك. تحية لسنجة ان شاء الله، وبشريات سنجة قريبة مهما خزل المخزلين وحاولوا يسرقوا انتصار القوات المسلحة اللي كان بيمشي متر متر لحد ما وصل تخوم سنجة، واول مدينة الدعم السريع يقدم فيها تنازلات وتفاوض القوة كلها، لانه عارفين ما حيمرق منهم زول. وحسي انا بقول لكم ما حيمرق منهم زول، حيواصلوا في عناد وفي تكبر واستكبار، وباذن الله سنجة حترجعوا، والله ما تلقوا فيها لا متعاون لا قحاتي ولا دعامي، وابشر والله ولا فيها طابور في القوات المسلحة. اول مدينة حتكون خالصة باذن الله بفضل الله، ابشر والله. وتحية للمحاور المتقدمة في الغربية وفي الشرقية، حتسمعوا بشريات الجيش قال ما تتكلموا، احنا طبعا بنتكلم، ما عندنا شغل بالجيش والله. الجيش ده جرس قال ما تتكلم، قلنا نتكلم يا زول، مين بيسكت صرفه؟ لكن الجيش قال احنا عندنا محاور ما تجيبوا سيرتها، قلنا لو احنا ذاته ما عارفين انتوا بيسووا في شنو، والله العظيم ما في اي اتصال، لكن شايفين الناس ماشية، ودي الوثبات اللي بعديها حترجعوا بيوتكم. الموضوع ده خلاص، انتوا ما في زول قادر. يهود المبعوث الامريكي قاعد قدام البرهان، سمعتوه قال شنو الليله؟ المبعوث الامريكي اللي بيهددنا بيه خالد سيليكون امبارح بيقول القوات الامميه جايه والناس تستعد، هو موجه رسالته لمنو؟ حتسمعوها هسه خالد. تحيه للاعلام السوداني، تحيه لمذيعين قناه السودان، تحيه لقناه النيل الازرق، تحيه للناس الواقفه في خط الاعلام، تحيه للزرقاء، تحية لجريدة الكرامة حقيقة وقفت وثبتت وأثبتت وكشفت كثير. تحية لمجموعة العدسة الإخبارية، وتحية للبوابة الإخبارية، وتحية للبلد، وتحية لفاطمة الصادق، وتحية لكل الناس اللي وقفت وساندت القوات المسلحة وكشفت ما كشفت من مؤامرات وكانت خط الدفاع الأول في المعركة. تحية للناس ساهمت وساعدت في رفع الوعي، تحية لكل الشباب الواقفين في كل المنصات، تحية لهم في تيك توك كانوا
خط الدفاع بتاعنا الأول وتصدي لمؤامرات وإعلام الميليشيا. تحية لكل الشباب الواقفين، وتحية للشباب الواقفين في المبادرات في تيك توك، وتحية لكل الفنانين اللي لبسوا علم السودان وغنوا له ودافعوا عنه. تحية لكل الناس اللي في الميدان، اللي احنا ما يعني ما بنحصرهم. زمان كنا بنقول فلان وفلان، حس السودان كله جيش. بس القوات المسلحة بقت ما عارفين نقول نشكر منو ونخلي منو. والله العظيم السودان كله جيش يا حجة، والله بس زغرتي، بس ما في حاجة، بس زغرتي. كنا امبارح بنعافر وبندافر، لكن كلمتنا الأخيرة قلناها وقبل ما نقفل اللايف، قلنا ليه ما بتقدروا تعملوا حاجة؟ أنا داير الناس تثق في تصل المرحلة دي من الثقة، ما بيقدروا يعملوا حاجة. وهدي اجتمعت الأمة كلها، اجتمعوا الظلمة اجتمعوا الخونة، واجتمعت الأساطيل، واجتمعت الجيوش. قعدوا 14 دولة عربية وأفريقية ومسلمة كلهم صوتوا ضد السودان، ولكن ربنا نصرنا. ما بتقدر تعملوا حاجة، والله العظيم، والله ما بتقدر تعملوا حاجة، لا تستطيع. الموضوع ده مقفل مكرب. الله عز وجل حارس الأمة دي، والله عز وجل ناصر الأمة دي، والله عز وجل قال يا أخي قلمنا احنا ديل. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. آية ما بتقع الواطة، موضوع منتهي. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. انا وانت ما مؤمنين، ما عندنا ضمانات، نسأل الله انه يثبت قلوبنا على الايمان. لكن الخوان الكفور ده ما ثبتت فيه، اللي بيطلع بيقول لنا بجيب لكم القوات الأممية، اللي بيهددنا امبارح بيقول لنا أنا هجيب لكم قوات أممية أجهزه، ده ربنا سبحانه وتعالى وصفه، قال ده خوان كفور لبست فيهم. أنا وأنت والله ما بنقدر نزكي أنفسنا، نقول والله إحنا مؤمنين، إحنا ثابتين، إحنا أصحاب، لا لا لا. الله عز وجل هو ختان في الابتلاء ده، إحنا ما بنشكو الله، بنحمد الله على الابتلاء وما بنوصفه له. الله عز وجل وصف لنا الابتلاء، ذكروا لنا حرف حرف في الأنفس والأموال وصف لنا في آية الذين أخرجوا من ديارهم، وصف لنا كل حاجة. ما عندنا شيء نقوله، احنا نشكي الله للأمم المتحدة، نشكي الله لأمريكا، ابتلانا الله عز وجل بما كسبت أيدينا، احنا لسه بنقفل في فراغات مرحلة الانتصار وعوائد الصبر بتجي، لكن احنا قاعدين نغلط، ما في زول ينكر المسألة دي، كلنا غلطانين، كلنا بنغلط، كلنا نتحمل المسؤولية. قوات المسلحة تقاتل في الميدان، واحنا قصرنا، واحنا اهملنا، واحنا عملنا كل حاجة غلط. فربنا سبحانه وتعالى ابتلانا، ونسأل الله انه ما يكون عقوبة وابتلاء، بيجي بأجره بحسناته بنصره ان شاء الله. نسأل الله انه دماء الشهداء الطاهرة القدمت في سبيل الانتصار، نسأل الله انه يحفظ البلاد والعباد والسودان بشريات. يا اخي وانا بقرا كده لقيت انه وزارة الزراعة بتتكلم عن حصاد او زراعة 39 مليون فدان في السودان الان، من جملة الصالحات 200 مليون. ده 39 يا اخوانا، دارنا ناكل شنو احنا؟ كنت بسمع في بشريات، تحية لأستاذة إسراء سليمان في لقاءات، يمكن الناس ما أخذت صدى إعلامي، سمعت كلام سيادته إبراهيم جابر وضح حقائق مهمة جدا، وسمعت لقاء القيادات في مدرمان وفي بورسودان، وبنشكر الإعلام اللي ما بدي مساحة للقنوات الخارجية. ما شاء احنا تاني من الليلة إسراء ما عندنا قيادة بتصرح للجزيرة والعربية والحدث، لا دي مسؤوليتك انت، نسمع من الناس ديل وتنقلوا ليهم صوت الشارع بيقول في شنو مطالب الناس. صدام في حاجات بتكون مقيدة كده، انا فاهم، لكن الاجابات مهمة، بتوضح موقف القوات المسلحة في حاجات احنا ما فاهمينها، في الاقتصاد، في حاجات ما فاهمينها. عاوزين اللقاء التاني ان شاء الله إسراء يكون مع سيد وزير المالية، ودار انه يكون في مدرمان، ودار انه في مباني التلفزيون ده، يحرسكم مصطفى ودراكولا قاعدين في مدرمان، ومعاهم وحيد معاون العمل الخاص مدرمان حقتنا،
والله، والإذاعة حقتنا أبشري، والتلفزيون حقنا والله العظيم. بشريات بقرا في بشريات اقتصادية وبسمع السودان كان مر بيته مرحلة وعدة والله. وزراعة قالوا 39 مليون فدان تكفي من الزراعة والنشر الاقتصادية، تفتح النشر الرياضية وتلقى العميد هيثم مصطفى بيبشرك بانتصار منتخبنا بر بر السودان والله. منتخبنا انتصر الليلة يا اخوان وتأهل والله العظيم. دارين شنو انتوا تاني؟ ها الناس دايرة شنو تاني؟ قولوا لينا. جا المبعوث الامريكي اللي كان بيهددنا بيرلو دنجر، جا قال كلام عجيب لسيادته البرهان، ليه ما سلمنا عليه؟ سيادته كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيب. دقيقة اضرب لي تليفون ذاته، الشبكة دي كويسة ولا كافة؟ الشبكة كويسة هسه اضرب لي تليفون. سامعين يا اخوان؟ بس اضرب لك يا عمك ده لازم ما ضربت له تليفون. السلام عليكم سعادتك، كيف اخبارك؟ لا لا، كنت قاعد في الانتظار بس لانه كنت افتش في ال اي في القاعدة في اي جاك الخواجة شايف حالك دجنه. اه والله كان في مصر قبل ايام بيدجن وبتاع، مالو حلق حيانة، لكن هو القعدة بتاعتك ذاتها بفطرني بيها سعادتك. اه ما شاء الله تبارك الله، الرابط لوش والخواجة متوتر ومرتجف. خواجة قاعد معاك يا سعادتك، شايف وشابكك قال لك نؤكد عدم موافقة حكومة السودان على استغلال معبر أدري لتوصيل السلاح للمتمردين. قال الكلام ده انت؟ هو قال وكده؟ هو لا بجد والله، لقيته في موقع البلد البرهان للمبعوث الأمريكي قال لك نؤكد عدم موافقة حكومة السودان على استغلال معبر أدري لتوصيل السلاح. أيوه هو رد لك شنو؟ قال لك تشارك الولايات المتحدة الشعب السوداني طموحه نحو مستقبل ديمقراطي شامل، وشكر توم بيرلو المسؤولين بالدولة الذين التقاهم فضلا عن زعماء القبائل والمجتمع المدني، مشيرا إلى الحفاوة والاستقبال التي حظى بها خلال زيارته السودان. والله لا في حفاوة ولا في انت 4 شهور بيدو فيزا، 4 شهور جركع. وبعدين مصدوم من منو؟ من الفيتو الروسي الليلة، أخذ له ضربة في حنانه الأمريكي. قال لك عرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان عن سروره بزيارة السودان ولقائه مع عدد ما ولدت ولادة. انت ما تسر كيف؟ انت ما ولدت ولادة عشان تجي بورسودان دي. قال لك ولقائه مع عدد من ما انت قلت البرهان ده بنجيبه جنيفا من اضانه، انت قلت كده، انت قلت حنجيب البرهان والجيش اذا رفض حدنا معاهم نهاية اغسطس، انت ذاتك قلت الكلام ده للبرهان. قال لك ما جاي والله، البرهان مش شندي والجماعة راجلينه في جنيفا، ماشي قاعد مع الجماعة بيشرب في القهوة في الشارع وبتاع، وشنو الجماعة قاعدين ده باير له ذاته. قال لي والله بنهاية أغسطس سنجبر قيادة الجيش بالنزول أمامنا في جنيفا، قيادة الجيش. وكان مشاكل معاهم إنه البرهان هو رئيس مجلس السيادة ولا القائد بتاع الجيش باسم القوات المسلحة، إحنا عندنا جيش
بالمناسبة الناس في التعريف بتلخبط، اسمها القوات المسلحة بتجمع الجيش، ده ذاته يقصد به المشاة، ما تقول جيش، اسمها القوات المسلحة، فيها طيران البال اللي ميتينكم، فيها مدفعية، فيها مدرعات، فيها نسور الجو، فيها الماركوني، فيها إشارة، فيها بحرية، فيها ضفادع بشرية. لا لا والله احنا في غلط، قاعدين من شهر 8 في غلط. هل هو رئيس مجلس السيادة ولا القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ جحسي قال أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان عن سروره بزيارة السودان. كيف ما تيجي السودان تتسرى؟ أه؟ كيف ما تدخل السودان تتسرى؟ أه؟ وتحس إنك من أولاد برا؟ أه؟ وين ناهد؟ خش في الشغل ده. منبر ما فيه شاعر؟ وين الشعر؟ يا غسين غسين اكتب لنا قصيدة. لما كنت بكتب في القصيدة امبارح قالوا عطبرة دخلتها مسيرات، والله كنت بكتب في القصيدة. اكتب لنا قصيدة مدخلة، وصلت السودان بالين سرة ولقيت البرهان قاعد برا، قلت ليه هو يلا واصل يا غسين. منبر ما فيه شعرة ده شنو ده؟ ابو وصل الامريكا سعادتك شايفه وقال لك وقال شنو؟ قاعد مع مسؤولين بالدولة وزعماء قبائل مبينا ان زيارته قاعد معاكم انتوا يا وحيد، ما قاعد معاكم. تحمل رسالة واضحة من الولايات المتحدة بانها تقف بجانب الشعب السوداني. احيي انا رسالة واضحة من الولايات المتحدة انها تقف مع الشعب السوداني. احيي انا بجانب الشعب السوداني مثل ما كان يحدث دائما خلال العقود الماضية. كذب وحاط اسم الله كذب. احنا لحد 2019 في قوائم امريكا محظورية السلاح، واحنا في قوائم امريكا محظورية الاموال ومحظوري يا اخي ايفون ده لحد 2020 بيتو تدوني لي. قال زي ما كنا واقفين معاكم زمن الراجل النميري. حي انا الله يلاقينا. وقال مثل ما كان يحدث دائما خلال العقود الماضية، وقال انه من دواعي الفخر والاعتزاز ان تكون الولايات المتحدة من اكبر الداعمين للمساعدات الانسانية للنازحين داخل السودان. ما شفنا منكم اي حاجة، ما تقبل، ودي ما حاجة بيفخروا بها، احنا ما فخرانين بها. زارع لنا 39 مليون فدان، ما عارف دي ذاته ياكلوها بتين ذاته، ما داير منكم اي حاجة. للاجئين الذين عبروا الحدود نحو دول الجوار، معربا عن سعادته لما حدث من تقدم خلال الفترة الماضية، الأمر الذي وسع من فرص حصول المواطنين على الدواء والغذاء، وقال إن بلاده ستظل تعمل مع السودان لضمان حصول أي شخص على المساعدات اللازمة من دواء وغذاء وماء. طبعا إحنا في النهاية حولنا الولايات المتحدة يا ود دراكول، الحتة دي تفهمها أشرح لك. شفت اللغة بتاعت الأمريكي اتغيرت كيف يا حجة؟ شفتي؟ اسمع يا دراكولا، أمريكا مش كان لغتها هنجبر قيادة الجيش، سنجبرهم على التوقيع على المذكرة، إن اتفاقية جنيفا آخر فرصة للقوات المسلحة. السودان يمر بأزمة وسيتمزق. قال إحنا طبعا حسي حريص، انا معايا الولايات المتحده ان اي سودان ياخد الغذاء والدواء. بيجوا منظمه امريكا، وين امريكا؟ شن ورن وامريكا وتدخل المبعوث الامريكي. 4 شهور بين الدي فيزا، مشى كتب في الجرائد قال ابو ادوني فيزا، قلنا له جيب طلعنا بيان نكرناه ذاته، قلنا انت مشيت هات صفار، انت ملخبط ولا شنو؟ شكلك ملخبط في الاعلام. مشيت على السفارة حقت السودان فيها دولة لقيت منه كمان حملوك الجرجرة، كتبنا له بيان قلنا له والله انت مشيت وين؟ هسه اللي لقيت امريكا اللي قالت هيسوقوا البرهان من اذانه جده، هيسوقوا البرهان من اذانه اللي قد، هيسوقوا البرهان من اذانه المجلس الامن الدولي. احيي انا بل بل والله احنا طبعا يا اخواننا تاريخنا مع السودان قديم ومعروف.
تاريخنا مع السودان قديم، من كثرة الشباه السفيه الحمدابي الواحد ذاته لسانه دعوي. هسه حاجه حاكي خالص لك برضه نفس الطريقه. والله بشكر السفير البريطاني وبشكر رازمان توم بشاره انه ادانا الدراسه دي، وكلكم بتتكلموا كده. كلكم كده. الله يا حتة دي، الواحد كان منفلت ويعني زول كده ما مربى، كان قلنا كلام بس الواحد يعني منضبط يا حاج. امريكا الان دورة في السودان بقى هنا، والله احنا بس دار نضمن وصول المساعدات لاي زول دار دواء ودار غذاء ودار بيقول ديليفري. ديليفري في السودان وحاط اسم الله يا اخي. الشغل ده بتاع كهنة كبر وحياة اسم الله، الشغل ده بتاع كهنة كبر. انا والله بس دورين ضمان بنوصل المساعدات والغذاء والدواء. هيا انا وين العنجهية بتاعت سنمنع هناي وسنوقع عقوبات على قادة القوات المسلحة، وفي اسماء القيادات اخترنا اسم ياسر العطا وكباشي، وسنوقع عقوبة. وين الامور دي؟ انا قال مسرور جيت السودان ولا استقبال ولا حب. والله ما لقى ايزول وحاط اسم الله ما لقى ايزول. الحاجة التانية، شفت الكلب ده؟ امريكان ده المولد لزينة. شوف الزول ده، انا اوريك الخبز بتاعه لانه شكله مألوف بالدجن. قام حلقة 90% من الناس اللي بيكون لاقان اقسم بالله ما عرفوهم البنفوس الامريكي. كل الصور حقته، كل لقاءاته الفترة اللي فاتت كانت بيدجن. اول من جه السودان حلق دجنه، والله ما يكون زول ولا بتاع الجوازات ذاته ما يكون عارفهم. جاب الويت. امريكي شال. شال معاك حاجة؟ دي شنو القزازة دي؟ كراسلين طبي نقي كويس. خلاص خش. جاي لابني هنا برهان. برهان منو عبد الفتاح ده وين ده منو ولا وين؟ لا قالوا في برسوانيا. لا خلاص خش. تلقاه في السوق الكبير. ما بعرفوا لك برهان منو هذا. خلاص خش. ودي شنو شال هذا؟ ورود. جاي لي خالتك هنا. خش تفضل خش. ما عرفوا، ما حلق دقنه. حي انا شفتوا التآمر. جه قال والله استقبلوني بحفاوة. انت كلب ولا شنو؟ انت بدوك فيزا 4 شهور حايم لايس ما خليت منبر. والله جاي السودان لكن رفضوا يدوني، والله جاي السودان لكن رفضوا يدوني. هسه جاي تقول لي استقبال بحفاوة؟ ما شفنا لك اي زعيم قبيلة ولا شفنا لك تلاقاك من انت الريسبشن. بس الريسبشن مش قاعد مع البرهان. برهان شوف قاعد صار كيف على الاقل غسان. نجيب الصوره بتاعته، خلي الجمهور يكشف الكائن ده قاعد كيف. وحياه الله الرابط لوش وش كلب يا صاحبي. كشف لك كده صاحبك ده خات يدينه في نصه كده زي قاعد اتحمدك. ما هم كلهم فصيله واحده الكلبيات، فهمت كيف؟ فهو قاعد كده ومدنجر وبعدين ما بقدر يعني. البرهان بعين لف وشه ذاك بيعاي كده. واو لوك ات ذيس. واو أبرا يو هاف ذيس. واو وعامل فيها بتلفت بعين في المكتب. برامج بقى شكل هذا اللي يا مدسر. تلاتة من وين؟ هذا المبعوث الأمريكي. قال خلاص كلمت كباش. كباش بلاقيه. خلاص سوقوا سوقوا فطروه خليه يمشي برا. لا ما خلاص المواعيد هتطلع في صرفه. لا خلاص يا سعادتك. واو قال لي واو. قال لي واو يا كبير، ما كنت تقدر تزقني بين اضاني وتوقع عليه عقوبات وما معترف بشرعيتي ويجب ان نتدخل في السودان. حيانا حيانا. بل طلع بجاي كده استفاق لقى بيان منه. شوف عليك الله وزير الخارجية الجديد ده، وحياة الله وزير الخارجية الجديد ده كاهن. اسمع، المبعوث الامريكي ده عامل لنا بيه ورجه وضجه، وجا السودان بعد ولدت الولايات المتحده ذاتها ولدت. شوف عليك الله الحجار الوزير الخارجيه بتاعنا الحجار عامل شنو. شوف شوف
عليك الله. شوف، وزارة الخارجية، مكتب الناطق الرسمي، وإدارة الإعلام. بيان صحفي بالأصفر: ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا. أي 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 أي. أنا كنت قايل هيقولوا ترحب حكومة السودان بالمبعوث الأمريكي. حيانا حيانا، طفوا لك ميتين وذاته. ها أه؟ دار لك البرهان مش يلاقي. قالوا شنو قاعد فاتح في مكتبه بتاع الخشب ده؟ تعال جوه، يوم كله قاعد في الورشة بتاعت الطيران، بيجي بالليل من فلامينجو بخش المكتب في بيت الضيافة ذاته، ما عنده حاجة. دارع كاكي اليوم كله من هليكوبتر لهليكوبتر، معطلين ذاته حاجات يا سيادة. طلال ما ترسلونا الزول ده، ما خلاص شوفوا له كروزر ولا شوفوا له تاتشر، عندنا باقي حياتنا القاعدة عندكم دي. برهان عليك الله، بكرة ما تركب طيارة. عذبت انا عذاب يا اخي. انا ماشي الاقي البرهان هذا صاحبك جه، والناس طبعا عاملين لك قومه، وقاعد المبعوث الامريكي وزير الخارجيه طبعا المفروض يعني يستقبل الزول. يا اخي شوف الزول وزير خارجيه كاهن، شغل واقع له يا صاحبي. اه قال لك وزاره الخارجيه، مكتب الناطق الرسمي، واداره الاعلام، بيان صحفي: ترحب حكومه السودان باستخدام روسيا الاتحاديه لحق الفيتو. بل والله 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 ما شكروا ذاته صاحبك. انا طبعا مسرور اني جيت السودان والتقيت الادارات والزعامات الاهليه، وانا حقيقه مبسوط جدا بالسودان. واو عندكم كسرى، واو لوك ات ذيس. اه قام وزير الخارجيه ضرب لي بتاع الليلة، بتاع الليلة، قال لي يا سعادتك هاي قاعدين. قال لي يا اخي الناطق الرسمي بتاع الوزاره ده وين؟ قال لي قاعد هو متابع الكوره ومتابع المؤتمر بتاع الامم المتحده. قال لي خلاص خليك اكتب لنا بيان في الكوره واكتب لنا بيان في بتاع روسيا. قال لي المبعوث من المبعوث شنو؟ المبعوث الامريكي يا سعادتك قاعد مع شنو؟ المبعوث شنو؟ المبعوث الامريكي قاعد مع البرهان. منو البرهان؟ ماله؟ لا لا، ما قلت لك هو جا والمبعوث فينو؟ انا ما سامحك، انا حتة دي فيها شبكة ولا شو؟ خلاص خليني طلعوا بيان لروسي يشكروها، الجماعة دي ما قصروا يعني. وايا انا امبارح لسلك شبيكنا، القوات الأممية جاية على الناس تستعيد. تستعيد انت يا بيبي، انت بتستعيد والله العظيم. يا هو ده ما ده كان عامل بيان بتاع الخارجية، انا كمان بألف يعني. ما هو ده قال لك ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا الاتحادية لحق النقض الفيتو بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان اليوم، ونشيد بالموقف الروسي الذي جاء تعبيرا عن التزام بالمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استغلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية. بيان مقفل مكرب والله، انا ما هو احتجت ذاته اقراه قبال اللايف. وتامل الحكومة ان تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الامن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الاجندة الضيقة. الضيقة دي الزنبانة حمدوك يعني، هم طبعا ما قدر يقولوا تقدم وكده، حمدوك الكلب ومعه 6 غاحاته، لكن قال لك الحاجة الضيقة، انت خلاص تفهمها انت الضيقة. قال لك ها، ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، مما يضعف دور مجلس الأمن في إرساء السلم والأمن الدوليين الاثنين 18 نوفمبر 2024. طبعا دي سابقة وتاريخ اتكتب الليلة. بريطانيا بحشدها ودولة المافيا بتاعت كل مرة دافع لبريطانيا 4 مليار، ودافع على مع الكنغو، ودافع على نيار الدليل يعني. اثيوبيا ما عارف، مصر بتاع واحد جدع له مليار، ما بتاع قروش يعني. موقف الامارات شنو اللي بيخليك انت قروش؟ اشتروكم، اشتروا 14 دولة. قبل أيام كان السيد الرئيس في زيارة إلى أذربيجان. أذربيجان دي كان فيها قمة بتاعت الأمم المتحدة. السيد الرئيس مشى السعودية، قاعد هو دار لك كلمتهم بتاعت 3 دقايق، قال ركب طيارته مشى أذربيجان.
تخيل انه قبال ما يمشي اذربيجان دي المشي قبال محمد بن زايد، والله مطارد البرهان ما بقى له بعبع، والله مطارد البرهان مشى هناك هذول مع الاذربيجانيين ديل رجعوا لك ب 4 مليار ونص ولا 5 مليار دولار، وجا البرهان مش حضر القمة واستقبل استقبال محترم، وبالكاربيت اللحم ركب طيارته جا مستعجل لبس كاكي ولاقى المرسول بتاع الحب ده خواجة قفل لهم فوق وتحت، والله العظيم بيان كارب بتاع الخارجية قال لك يا أخي دي حتكون سابقة، مجلس الأمن بقى زي مجلس القعدة، والله ما عنده قيمة. أسيد القرار الكم يوم 11، مشروع بريطانيا قدمت المشروع ده يوم 11، والليلة جو يوم 18 طربقوا لهم في راسهم. كلام ده كويس يا غسان ولا ما كويس؟ بالرياضيات كويس ولا ما كويس؟ حجة سلام عليكم اشرح لك بالراحة. احنا الليلة انتصرنا دوليا، الانتصار ده كان نتيجة مجهود الشعب السوداني وصموده وصبره. المعركة دي ما مدورة الليلة عشان مجلس الأمن روسيا تستخدم حق الفيتو تبطل القرار أبدا. الموضوع ده حج تم بمعاناة 5 مليون نازح في تقسيم الدعم السريع. المسؤولية بتاعت ولاية الجزيرة تقع على عاتق تقدم، قيادات تقدم تحديدا المتهمين خالد السلك، ياسر عرمان، حمدوك الموقعين على اتفاقية أديس أبابا. فالدعم السريع ما عنده وجود، وكان الذراع بتاعه الخاين كيكل في ولاية الجزيرة مارسوا فيها ما مارسوا من جرائم. اشتدت الجرائم دي يا حجة في تنبول وأزرق والسريحة والهلالية، ده كله حشد عشان يجوا يقولوا شنو احنا دارين تدخل ووصاية دولية. ليه؟ لأنه في موت بيحصل من المواطنين في ولاية الجزيرة حقيقة، طبعا حقيقة. المواطن عنده 3 جهات يرفع فيها شكوته، يمينه جيش، شماله دعم سريع وبريطانيا والفصل السابع ومجلس الأمن، وفوق له الله عز وجل. فالمواطن في الجزيرة يرفع يديه إلى السماء، ولا شكل لجيش ولا شكل لبريطانيا ولا شكل لله عز وجل، والله عز وجل نصره. القرار ده الليلة كان بمهيد له، هجروا 2500 قرية من مجمل 3835 قرية عشان يصلوا المرحلة بتاعت القرار ده، يكون في أرض الواقع في مبررات إنهم يدخلوا. القرار ده يتهجر فيه 5 مليون نازح، ماتوا فيه الآلاف، في أسر فقدت في أسرة واحدة أسرة المشرف 33 شهيد، فيهم أطفال ونساء، فيهم ربنا يتقبل شهداءهم وربنا ينصرنا بيهم وحقهم بيجي. مارست الميليشيا ما مارست عشان الكلام ده يطلع وين؟ يطلع في الفلتر الأول. الفلتر الأول قام ساقه حمدوك مشى بريطانيا في ترتيب مسبق إنه بريطانيا هتبقى رئيسة المجلس، تمام؟ هتبقى رئيسة المجلس، وأول قرار كان ضد السودان، واعتمادا على الفظائع اللي بيرتكبها منه الميليشيا واللي بتوثقها الميليشيا في ولاية الجزيرة عشان الناس يشوفوا. ما احنا هناك ما عندنا شبكة وما عندنا جيش، منو اللي حيصور لنا؟ وسارقين تلفونات الناس كلهم، منو اللي حيورينا؟ والدعامة نفسهم بيوثقوا الجريمة عشان العالم يجيف يقول والله يا أخي في موت في الجزيرة والجيش ما قادر يعمل حاجة والبلد ما فيها شرعية وما فيها سلطة، احنا حنتدخل. قام حمدوك ساق الموضوع ومشى، ربنا سبحانه وتعالى جند 1000 سوداني في بريطانيا، وصلوا هناك بمعاناة الحياة كلها، وصلوا كان عندهم المفاضلة بين حقوقنا ومظالمنا الحقيقية من السلطة ومن القوات المسلحة نفسها أو إن البلد والأمة تضيع. تصدوا وخاطروا بنفسهم، اللي هو كان بيهدد فيهم واحد قاعد في يوغندا جربوع ما يسوى حاجة
سفيه الحمدابي قال بيجيب في صور، انا زوت شغلته طبعا مع جواد، شغلته يقول لك فلان ده احنا بنعرفه، فلان ده احنا بنعرفه فلان، قال داري بلغ فيهم شايلين جوازات بريطانية، الجربوع اللي قاعد في يوغندا جواز ما عنده، كان مع قريبه الضابط المرجو ده من الفرقة، اقسم بالله العظيم ده اعلى زول عنده، بيهدد فيهم، هم خاطروا بالحاجة دي يا حجة وتصدوا لحمدوك وافشلوا المشروع. بريطانيا واعلامه الاعلام الدولي لا يمكن يتجاوز انه حمدوك سكوه طردوه في الشارع، فالقحات هيطلع يقول لك والله ده الفلول وكلام، طبعا انت عارفه خواجه دي ما بتقدر تسوق بالقصص الفا، فارغه دي فلول، فلول من جوك الف نفر، بعدين نفترض انهم فلول مع مواطن سوداني وانت كنت دار تحكمه، هتتعامل معه فلول؟ اي فلول، اي فلول، مش تتعامل معه مش مواطن، ولا انت جاي بتحيز تقول انه ما معانا حنقتله زي ما قال خالد السلك، قال اي زول ضد الحركة الاسلامية احنا بندعمه، لف الكدمول هتسمعوا الليلة الكلام ده، اي زول ضد الحركة الاسلامية احنا بندعمه، واحنا مالنا ومال الحركة الاسلامية، منو اللي قاعد يجيب سيرة الحركة الاسلامية غيرك انت، منو اللي بيقول فيها عشان يروج انه اللي بيحصل ده وراه الكيزن، يا توهو اللي بيحصل ده الانتصارات ولا تمرد الدعم السريع، كيزان ورياتو فيهم، انت هنا برضو مفروض توزن مخك يا حمر، انت بتقرا لعزمي انطوان بشارة تكون زول كيف رأيي فيك ما بقى على الوطن، اخيرا اعترفت وحسمع الناس، حسمع الناس انه انت انا عدائي معاك شكله شنو كلب الدولة الصابونية. فيا حج عشان احشدوا العالم ويحركوا العالم محتاجين يرتكبوا مجازر تاني بياتوا فرقة، هسي الليلة احنا ما دقيناهم في شرق النيل كتلنا منهم دعامة، طلع واحد صوره ووثقه، طلع محمد التعايشي قال طيران البرهان ارتكب مجزرة في شرق النيل، قلنا له اثبت كلامك ده، ما بيقدر طبعا، ليه؟ ما هو عارف الوجع جايه وهو موجوع، خالد سلك بيقول طيران البرهان في الجزيرة بيرتكب بيرتكب في منو؟ انت ما عندك الهلالية دي ما تتكلم فيها، لا تستطيع طبعا، لأنه أنت دار تتاجر بدماء الشهداء زي ما تاجرت بيهم قبل كده وصلت المنصب ده، احنا ميتين وشك ده كنا هنشوفه لو ما تاجرت بدماء الشهداء يا مجرم، أكبر قضية وفضيحة عليك أنت كان شنو؟ معالجة المصابين وأسر الشهداء، مبارك اردول قال لك اديتك قروش، تطلع تقول لي مبارك وعنده اللجنه وما قال لك اديتك قروش، انت ما سلمتهم الملف ده في شهر 10 ما كانوا قاعدين في مجلس الوزراء قدامك انت وحمدوك، نسيت الصوره لما كانوا معتصمين المصابين بتاع الثوره قدام المكتب وانت طلعت وحمدوك بالليل بتعلم بالشباك، الصوره دي ما قاعده، عملت لهم شنو؟ ولا اي حاجه، ارغام بالنسبه لك ست النفور ارغام، جاي تقول لي الإطاري تقص على لوك سايب بالمناسبة، والله العظيم لا تستطيع انك تواجه الحق عشان يعملوا خطوة زي دي بتاعت مجلس امن يا حجة، تاني ما عندهم فرقة، تاني ما عندهم فرقة، فحس الاتجاه انهم يخلقوا عداوات في الولاية بتاعت الجزيرة ويخلقوا لنا احنا عداوات، احنا هنا جينا آزرنا وناصرنا، اول زول نطق بكلمة حق كان ناظر الشكرية، وقلنا لهم انتوا ما براكم والشكرية ما براهم، وما هو الشكرية حتتصدى للدعم السريع في ولاية الجزيرة عشان تبقى مستهدفة، احنا ناظر الشكرية ده هو قائد المقاومة، طلعوا قالوا والله يا اخي بيسيئوا لناظر الشكرية دي ما الله يفات قاعدة، طبعا ده الكلام بتاع فرس النهر يطلع لنا كتوفه دي، الناس يقول لك بس غطي شنبه ده ما جسم مرة، ما هو جسم مرة باطل سهل غير الصوات عنده شنو صرفه، عنده حرش فلان على الشكري ده فوق راسك يا عم سيب، الشكري ده فوق راسك بالمناسبة، والشكري ده ولدنا وما بنجر فيه شوك، وحسي هو في مهمة في ولاية الجزيرة باسم القوات المسلحة والمستنفرين، ومحل ما يمشي بيعمل خير، الناس عندها فيه رأي، ده موضوع تاني في الميديا، انا ما عندي معاك شغلة في الميدان، الشكر ده فوق راسك يا عم سيب، واول مرة اقول اسمك فوق راسك، اسمع الكلام ده، الاصوات اللي بيسووا فيها دي انا ما فاضلك حسي، والله ما فاضلك، تنتظر بس البل
ولاية الجزيرة دارين يخلقوا فيها فتن. مشوا تاني هو ده ذاته الصواد ده مشى قال يا اخي والله المشتركة البرهان بيسلح، ايوه البرهان بيسلح المشتركة، واي كيان سياسي واي كيان مسلح يجيب قدام البرهان ده بنظامه وبرئيسه البرهان بيسلحه، وما تنكروا الكلام ده. هو الجيش كله مودي السلاح بتاعه اه بيندي المشتركة، الحامية السودان المشتركة، والحامي الافريقية دي ذاتها هي الفاشر ورجال الفاشر، والحامي انك انت ذاته يا باطل هم دير المشتركة. في شند دي حاملنك المشتركة، في نهر النيل بتاعك دي حاملنك المشتركة، تخليك بس ورينا في اكتافك دي وتيجي. والله طبعا هو ده منو ده اللي بيتكلم، يعني ده صرف اللي بيتكلم، سيدك وسيد جابك يا باطل، ما معروف لك ابو ولا ام يا زلمه، شوف لك انت تلصق فيها يا زلمه، ما فاضل لك احنا. يا حج عشان يصلوا مرحلة زي دي تاني ما عندهم، احنا غير وثبات القوات المسلحة ما بتسمع حاجة تاني، عربي ده ما واضح، غير وثبات القوات المسلحة ما بتسمع حاجة، واصوات اللي بيعمل فيها السكران التاني ده عليك الله اختاني يا زول، شوف لك شغلك ضاع يا زول. واعي صرفة سكران صرفة يا زول، ما شوف لك شغلك ضاع برضو. انا وقتك ما جاء ظاهر لكم واحد في تيك توك كده طالع بالكفر، انا حخليك لحد ما تنشهر، مش جبت صرفة وعامل فيها الواتس شفت، انا عندي عقد مع الناس، عندي كلام بقوله في اللايف ده بشكلي ده، انا لا ظاهر اسم لا شكل، بقول كلام نقد اطلع انتقد الكلام ده، لكن ما دام انت عامل فيها هباش وشفيت ودار تظهر وبتاع انا ما حسألك انت، انا حجيب لك البلاغات بتاعت امك خطفت الشفع، تمام؟ انت بس بعد ما تنشهر شوية كده عشان الناس تبرمج، احنا بعد ما ننتهي من سينجا ومدني ما حيكون عندنا شغل غيرك انت، انت ونخرتك. اول ملف هفتحه لك القضية بتاعت امك ال9 اطفال، بعدين مين طلاق امك ده؟ الجن الراكب في راسه ركبته في اولاد اللي انت منهم ديل؟ انا ما حجيب التفاصيل، ما في بلاغات. عامل فيها لابس كاكي جيش ودي دخلتك عامل فيها بلبوسي، منتظر القوات المسلحة تتهزم عشان انت بلاغاتك دي تتمسح ابدا. اشوف على السارقين نون ديل ما كلهم، انت براك انت مفتوح فيك بلاغين، غير الشفع اللي انت خاتفه، لا لا حقين اخوانك انت ما عندك بلاغين، انت هارب من السودان انت وامك، والله جد انا دارك بس انشهر شويه كده، اخذت لك البلاغ يا معلم في اسمك واسم الوالده اللصه بتاعت خطفت الشفع، انا بس دارك تقدر تبقى قدر الكلام ده، عشان انا بعدين بالمناسبه لا بهددك بجيش ولا جيش صرفه ولا جيش ميتين، بس بجيكم كده واحد واحد تعليق ساي، والله العظيم جد يا زلمه عندي معكم مشكله، بتكلم بدعم قوات المسلحه، انت مالك ومالي يا زلمه؟ ده البرهان انت ما عاجبك ان شاء الله عنه ما يعجبك، اطلع نبذ البرهان مالك ومالي، حمدوك ده ما عامل فيها رئيس الدوله اتكلم فيه، لو لو صرفه انت اقو قدر الكلام ده، وانا بعدين براعي فيكم ال ولا ذمه، متأكد من المعلومة ما متأكد بجي برشك غير المستند والورقة اللي عندي، انت بالذات بين خارتك دي وحياة الله تاني ما تطلع، وقسما برب الكعبة وجلال الله وعزة المعبود انا هنكت لك حاجات انت هتآمن، بعدين ما تقول جماعة لك راكزين معك، لا لا بجيبك بالانتربول، والناس اللي ما قادرين يتكلموا معاكم عشان امك، لا لا انا بشجعهم وبستلم الملفات دي ذاتها، واشوف عديل شكرا لكم ربيتوا لحد هنا كلكم حتربسكم، والله جد عامل عصابه هو اخوانه وامه معاتيه عندهم كك رسمي وشعبي، انت فاكر نجاحات الناس وكده وانك تطلع تعمل فيها انك انت تظل فاقد ساي، تظل فاقد ساي، فالناس اللي بيطلعوا بيبرمجوا ديل اخواننا انا شايف وقت الحساب ما جا،
بس انا عارف هحاسبك كيف، وهتتبلوا لما انت امنه، بل اديل والله جد. خليكم بس ماشيين. شفت يا حجة عاملين لنا صواطة، بيجاي تمشي صواطة بيجاي. اللغوصة دي انا ما بحبها، ما زول اللغوصة، لكن تقعد تلغوص كده بقنص لك في حتة لا يمكن تخطر في بالك، وانا حصدمك، متأكد حصدمك، وحتقفل حساباتك، والله حتقفلها. بس خليها دارك تصل مرحلة معينة كده واتخطفت الشفعة. كلب اما التاني اخوك ده بتاع تشويه سمعة الناس، لا لا برضه ما هخلي. ها والله سيادة القاضي، انا لقيت مين ده اشرف من امك ذاتها. كنت زوجت ما كنت اقول كلامك ده، لا ده هخليه برضه، الناس هتحب التشويق، كل يوم حاجة اديكم حلقة. ارجاني بس ارجاني. فشفت يا حجة شغال لنا صواطة صرفة، قال لي الشكري، شكري ده فوق راسك يا عم سيب، فوق راسك جابك، والشكري ده ودى الجيش، وخلافات احنا ما تطاولنا ولا تكلمنا في ناظر قبيلة، وجينا قلنا هنا كلامنا واضح. تطلع تقول للناس صرفة نبز الناظر بتاع الشكرية، انت ما باطل، انت ما باطل، خليك كده لحد ما اقفلها معاك في حتة، بعد داك الا تطير، والضابط الزايغ منه داك اصبر لي بيجيك يا متحرش يا كلب. ناس بتحنك بعضلاتك، بتحنك بكتوفك، اه جاي تشيل حلاوة ولا جاي تشيل ربع اوزان؟ ودي شو اللي بيطلع علينا دي؟ ها؟ انت ما دعاية بتاعت اسمها شنو هي الحاجات دي؟ الشمع ولا شنو؟ ها؟ يعني الصورة بتاعتك دي انا ما عارفك، انت جاي تشيل حديد ولا جاي تشيل حلاوة؟ مدينا كتوفك كده، ها؟ بجد والله بسألك يا جربوع. خليها بس قوات المسلحة دي تخش مدني، بعد ده بشوفوا كتاب، ما عندي لكم تاني حاجة، ولا بجي بتكلم في الجيش، ولا بدي انظف المجتمع ده من نوع كنده، والله حاخد معاكم جولات الا تطيروا، مش ساكت ليكم السنين دي كلها الا تطيروا. فحجة دارين يعملوا لنا فتن في ولاية الجزيرة، احنا من هنا كلنا شكري، وناظر الشكرية ده انا سانده ودعمه، وكيكل حرامي ومجرم وقاتل ومحله الترباس والدروة، واللي بتلصق معاه محله هناك الدروة، وما بنفاوض فيها ولا بنتفاهم فيها. العربي ده ما نجيد، العربي ده ما نجيد يا حجة، ده ما موقف واضح. اي الجزيرة ما عندهم فيها حاجة تانية. الليل احنا يا حجة بتسمعي في الوثبات حقتنا، دارين نمشي وين؟ في ولاية الجزيرة دار يعمل شنو بقى أكتر من العمل ده؟ دار يعمل شنو؟ الناس انتبهت واستعدت. الموضوع بتاع استعداد المواطنين ده للقتال طالع لنا بيه فتن، برهان سلح برهان ما سلح. برهان سلح برهان ما سلح. والله يا حجة في تجمع بتاع 28 قرية، أقسم بالله العظيم الدعم السريع بشارعه ما بيجي. والنموذج ده ما مكتمين عليه إحنا، مكتم عليه الجيش ذاته، هو الجيش ذاته حتات زي دي ما بيقدر يخشها. بعد الجزيرة دي ما تنضف عشان الجيش ده يخش حتة زي دي، والله العظيم إلا يفاوضون، لا يخش دعامي لا يخش جياشي، اطمئني. امشوا وين تاني الدعامة يا هون؟ ديل الليلة بتشوف في صورهم في جبل اوليا كسروا لنا الكوبري، دار امشوا وين؟ دار امشي النيل الابيض 18 طالعة وماشية متقدمة، وده محور قالوا ما يتكلموا فيه،
تشوفه بيان بالعمل. احنا الجيش ذاته بنديه هالايام، حشوف الانتصارات دي ماشيه واحد اتنين تلاته، دار يمشي وين تاني؟ الدعم السريع مشروعه تحول يا حجه من انه هو يحكم السودان، كان مشروعه شنو؟ بيجي بيقعد مع المواطن في الحته، بيفرض عليه اتاوع، بيلقى عربيه سمحه بشيله، بيلقى بيت سمحه بيغتصبها وتاكلين. هسه بيجي يطرد المواطن من الحته، داير الارض فاضيه عشان في مشروع شغال له فوق بريطانيا وحمدوك، مناطق سيطره الميليشيا. المشروع ده فشل يا حجه، انت دار تحكم منه؟ طيب ما كان موضوعك انك تحكم المواطن، جاي تخلصهم من دوله 56 والفلول والكيزن، هسه بيجي موضوع انه يدخل غرية يطرد المواطن. المشروع اتغير يا حجه، ما في حاجه مستهدف، انه في حاجه شغال في يوم واحد بيخش 7 غرف، حيقدر يسيطر عليها كيف؟ المواطن اللي حيمرق ده بيمشي وين؟ معسكرين، معسكر بتاع نازحين ومعسكر بتاع قوات مسلحه، بس ما عندنا حاجه ثانيه. المرأة واولاده يمشوا معسكر النازحين ويقعدوا في خيمه، ولدها ابوها راجله بيدخل معسكر بتاع استنفار، هسي دي مفتوحه كمعسكر يا حجه. طلعوا قالوا يا اخي والله بيسلحوا القبائل ودي حرب اهليه. حرب اهليه مع منو؟ احنا اعدائنا الدعم السريع ومن والى الدعم السريع معروفين ومميزين، دار تمشي وين انت؟ في الـ3 يوم اللي فاتت ديل عملوا لين كمين في المشتركه، وصلوا لحد القسم بتاع رئاسه الشرطه، دخلونا العماره الكبيره ودخلونا المستشفى، ما مرق منهم ولا زول، ولا زول ما مرق يا حجه. دارم شو وين الدعم؟ مشروع ده حيمشي وين يعني؟ عشان انت مشروعك ده ينجح محتاج وقود يا حجه، الوقود بتاعه الناس، ما في زول تقتله ذاته، حته فاضيه، ما في زول تقتله عشان تتاجر بدمه، ما في. دار تعمل شنو انت؟ ترجع الجيش بس عشان تاني يقدموا مشروع قدام الأمم المتحدة، دايرين كم شهر؟ الليلة يا حجة احنا بترجع بصات من مصر، 6 بصات إلى 9 بصات يوميا. شفت المساجد في مدرمان يا حجة؟ صلاة الصبح 5 صفوف، 5 صفوف في مدرمان، 5 صفوف في مدرمان. الليلة البصات والعربات الدفارات اللي بترجع السوكي وبترجع الدندر والله ما عندها حصر، وبرجعوا شباب ورجال بيجي بس بلقى سلاحه، رجعوا ما لقوا دعامة لكن لقوا المتعاونين. ده موضوع احنا طافين فيه النور، شيل شيلتك مش اتعاونت؟ اي مش قلتوا لنا يا اخي والله دي مناطق مستهدفة؟ هاي خلاص شيلوا شيلتكم، الناس راجعة يا حجة، راجعة بالآلاف، ما عندنا شغالة تاني. وكل يوم مصر بتطلع في قرار جديد يخدم مصلحة السودان، التجديد بتاع الإقامة من 1800 جنيه عملوه 7500، داير واسطة، ودار إذا متجدد لأولادك الـ5 داير لك 40 ولا 50 ألف جنيه مصري، 50 ألف جنيه تركب تيجي راجع السودان السوكي، تيجي راجع الدندر، بكرة إن شاء الله تيجي راجع سنجة، بكرة تيجي راجع سنجة، تاني في شنو؟ تاني في شنو؟ أنا ما ده سؤالي لك يا حج، أنت خايفة من شنو تاني؟ العمليات متأخرة، العمليات مستمرة شغالة، متأخرة ده موضوع بيعرفه الجيش، ده موضوع تاني ما في زول يتكلم فيه، متأخرة ما متأخرة ده موضوع بيعرفه الجيش، لكن في النهاية انتصارات القوات المسلحة. الآن الميليشيا أنت شايفاها بتصرخ، أنت وقت قادر تسيطر وقادر تدير الدولة وفارس سيطرتك على 95% من البلد، بتمشي تجيب لي بالبريطاني بقرار بريطاني؟ بتمشي تجيب لي ببريطانيا يا حمدوك؟ ما كنت مسيطر على البلاد؟ بتمشي تفتش في بريطانيا ومجلس الأمن؟ شيلوا شيلتكم، ده خالص سلك عشان ما يقولوا احنا بنتقول عليه. وين وين ام خالص سلك ال
قبل بلد خالد دي حاجة، شوف البشريات دي، قال لك لقي نحو 70 من عناصر ميليشيا الدعم السريع والمرتزقة مصرعهم بعد استهدافهم بواسطة طائرة مسيرة أثناء تجمعهم في حفل زواج أحد عناصر الميليشيا من جنوب السودان في ضاحية أبو حمامة جنوب الخرطوم، كما أصيب حوالي 20 آخرين. أنا دار أخونا خالد سلك وأخونا التعايشي يقولوا لنا برضو طيران البرهان بلاو، أعمل لهم درع بتاعت أبو حمامة يا ودي غسان، بارع أعمل لهم بتاع شرق النيل ده، شايفك ما صممته لسه ما نزلته. البلة دي أي بلة تاني يقولوا طيران البرهان نوسخها لهم بدرع. قال لي أبو حمامة يا حجة الدعامة مبسوطين، عندهم واحد دعامة كده ماشي يعرس جماعة تاكلين اوكر روك بتاع، جات مسيرة بلت فيهم 70، تاني خلينا نعملوا تجمعات. طيب يا حجة ملاحظت شنو في الموضوع ده؟ لاحظت شنو يعني؟ قدرنا نضرب الدعامة 70، قبل كده ما كنا بنقدر نعمل الحاجة دي، تفتكر ليه؟ احنا الدعم السريع كان بيسبقنا بعملية التصدي، ليه مسيراتنا ما بتخش مدني ومسيرات الدعم السريع بتصل على الضرة؟ لماذا؟ ده سؤال وجودي يا حجة. لكن في موقف ابو حمامة الليلة ده وحد شرق النيل ده بوريك انه اجهزة الدعم السريع بتاعت التشويش اللي كانت مخلية مسيراتنا زي الحمام بتقع، الان الموضوع ده شكله كده غلبون وباب فتح، وفي حاجات الجيش بيقولوا حاجات ما بقولها زي دي، قالوا يفرحون ما فرح، عاملين ايريس فرح يا حجة، قالوا يفرحوا الناس يسيروا لي امه، والله يسيرون 70 و20 جريح. تفاصيل الحادثة دي هنعرفها بتين، بكرة هيطلع خالد سلك هيقول والله طيران البرهان قصف ابو حمامة وقتل المدنيين، ما بعد ذاك بنشوف الحادثة. حاسس لحد هسه يا حجة الموضوع ده انت ما تقرض عليه، احنا طبعا ما بنصدق الجيش، والله مرات بزيد القصة، احنا ما بنصدق الا بكرة يطلع علينا التعايشي يجرس، حتى بعدين نتأكد ان الجيش قام بالعملية. احس الموضوع ده هيخطهم في بلة، والمعادلة دي صعبة، الجيش تاني كل يوم يركبون وننتظر خالد السلك يطلع يقول لنا البيان، جيش الطيران وطيران البرهان يقصف المدنيين في معارف ابو حمامة في جبل اولياء، يرتكب مجزرة ما عارف في السوق المركزي، بس تجي الرزة بنعرف ان الجيش شنو بلاهم، تاني الجيش يقول لي موقف عملياتي تاني ما بنقراه، ولا شنو يا واد غسان؟ ما نقرا موقف عملياتي تاني من حق الجيش ده، نقراه بس من جرس الديل جزم ديل، تطلع تتجرس، ايه رايك يا حجي في البلد؟ عندك هنا 70 زائد 20 و154، وهناك 75 في العمارة و60 ومعاهم قناصة. طيب أنيا وأنيين ومعاك الأربعة ده في 3 يوم كده فجعنا فيهم كممجرون، تبكي دم ساي حلمانة حلمانة 56 هي ما عربات ولا ذهب، هي غيم، ولدك تقال له سارك في 56 وسارك 56 جاب لك ذهب وجاب لك بيت وجاب لك ثلاجة وشاشة، تقال دي دولة 56؟ لا، دولة 56 هي في الميدان ده يقاتلون بدون مرتبات، يقاتلون وأهلهم مختطفين وصامدين وثابتين، والواحد بيستشهد أمه ما عارفه وين وأمه ما عارفه وذاته شهيد، دي جا 56، دي دولة 56 تقالها بتفرتقوها كسرتوا العمارات بتتبني، والله حس العالم ده كله راكع داري يشتغل صيانة وبأجل بتاع 200 سنة يدفعه أولاد أولاد أولادنا. الخرطوم دي تقوم بيت بيت عمارة عمارة شارع شارع، والله جد حنبنيه والقحاتة ما فيه، حنبنيه والدعامة ما فيه، حنبنيه متعاونين ما فيه، حنبنيه أحزاب ما فيه، خوانا ما فيه يا حجة، وإحنا عهدنا معاكم وعهدنا مع القوات المسلحة البلد دي يكون فيها أمان، بابك تخلي فاتح 6 شهور
6 شهور هوا ما يخش. ودي الأمانة اللي حيصل السودان، لأنه كل الخونة والمجرمين الآن يصطفون مع جيش الشيطان، وكلهم حيموتوا بإذن الله، ما حنخلفهم ولا حاجة، ما بنقدر والله. دي بذور وبؤر فاسدة، كلهم حيموتوا يا حاج. في ناس حتموت بالانتصارات بتاعت القوات المسلحة. هسي الليلة دي موقف روسيا خالصين لك ما عاجبه، زعلان، ويشيد بموقف بريطانيا، فرحان، قال البريطاني والله قال السودان لن ينسى، واحنا دارين ذات العالم ينسى السودان. احنا عندنا 14 دولة في مجلس الامن ضدنا، ان شاء الله ما يجيبوا سيرتنا. 17 دولة دخلت السودان حاربتنا، ان شاء الله ما يجيبوا سيرتنا. 3 4 دول جوار فاتحة حدود للمرتزقة، ان شاء الله ما يجيبوا سيرتنا. ابشر يا حجة، والله العظيم غير انتصارات ما في حاجة. قال شنو الجربوع ده؟ عشان الناس بس تسمعوا، انا ما يعني انا بديكم مساحة بتاعت اساءات لخال السلك ولابوه وامه، يعني مسموح بيها. طيب دي يا حجة حلوة دي، انا زمان كنت بقولها، عندي عداء مع قطر، فكنت بتكلم عن واحد اسمه عزمي انطوان بشارة. عزمي انطوان بشارة، عزمي انطوان بشارة يا حجة يهودي، وهو زول مهندس الثورات بتاعتنا الفاشلة دي كلها وراه في العالم العربي، يهودي راسه عديل. فده الكاهن بتاع منه ياسر عرمان وخالد السلك، وكل مرة بطلع بقول لكم مركز الدراسات في قطر عزم انطوان بشارة تلميذه خالد السلك الأخذ منه. الناس بيقول لك انت بتتكلم وبتتسوى. صاحبك قام شنو؟ عيني له، عيني أفتكر واحد من الدراسات اللي قيمة اطلعت عليها بمزرعة الانتقال دي، دراسة كان كاتبها الدكتور على البشارة، كان بيقول فيها إنه لنجاحي انتقال في شرط عام كويس، وفي يعني شروط يعني المخصصة يعني، اللي هو ابتداء كان بيقول إنه ما مفترض يكون في تنازع حول يعني الدولة نفسه، يعني ما إنه يكون في نزعات تقسيمية أو انفصالية، يعني شرط من شروط الانتقال إنه الناس الموجودين داخل البلد. كان يعمل الكلام ده في فلسطين. انت مع حمار يا خالد سيلك؟ ما تقرا زول عمل انتقال نجح، زول قدر يعمل انتقال، اقرا سوار الذهب ما عمل انتقال ونجح، ولا ده ما نجح؟ ماشي تقرا حق عزم انطوان ما كان يعمله في غزة يا حمار، ما كان الثورة الهندسة في مصر تنجح، ما كان الثورة الهندسة في ليبيا تنجح، ده هو ذاته المهندسة، ما كان ثورتك انت ذاتك الهندسة لك تنجح، كان تكون في السلطة الآن بتتكلم معانا في ميدان الحرية، ولا تتكلم معانا في منصة في اكس قاعد معاك 3 4 جرابيع تونس فين. عاوز من طوام بشارة قال احنا بنقول لك قال الله وقال الرسول انفروا واستنفروا، بس كلمتين ونحسمك. بيتكلم عن انه قال لهم اي انتقال بيجي مفروض البلد ما يكون فيها النزعة التقسيم والنزعة، وين حاسس في السودان؟ مين اللي قال داري يقسم السودان؟ مين اللي قاعد يقول انه والله دي داري سوق المواطنين مناطق امنه في حدود الدول البرة؟ صاحب الفكره دي منه؟ ما انت وحمدوك. مين اللي بيقول في حرب اهليه في بورسودان؟ انت وحمدوك وياسر عرمان وابراهيم المرغني. مين اللي بيقول في حرب اهليه في السودان؟ انت وحمدوك ومنصاتكم والصحفيين الجرابيع بتاعينكم. وين النزعة بتاعت التقسيم في السودان؟ من غرب السودان في شرق السودان مشتركة، من شمال السودان في وسط السودان قوات مسلحة وفرق عسكرية هيئة عمليات ومستنفرين، من نهر النيل لحد المدرعات. جاتكم بارح الوفد بتاع القوات المستنفرين في نهر النيل والشمالية، وين التقسيم؟ وين التقسيم؟
وين النزعة التقسيمية دي؟ انت اللي بتقول ليها الكلام اللي بتقول بتاع تقسيم المناطق حسب السيطرة، كنت بتقول انت يا باطل، لكن ربنا سبحانه وتعالى اخذك. خالد بيبكي وبيقول لنا شوف خالد سيلك يا حاج فرحان بكلام الخواجة. كرتين ليلة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي نزل فيديو لما واحدة من الدول الأوروبية في العالم وزير خارجيتها ينزل فيديو تكلم فيه عن السودان والمسائل الإنسانية الأكبر، وإنه بريطانيا لن تسمح بأن ينسى السودان. يعني نحن حقيقة بنشعر بالرضا عن مجهود دولة المتقدم، واللي هو الزيارة الأخيرة بتاعت بريطانيا أسهمت في اسهبت في شنو؟ انت يا خالد بتفهم بوين؟ بحنان حسنك؟ بجد والله. قال له والله يا اخي احنا بنشكر البريطاني دولة عظمى وقفت. انا عشان قاعد ادردقك اقول لك بريطانيا العظمى، الملكة بريطانيا فيكتوريا، انت قايلها عظمى؟ جد عظمى عندك انت يا جربوع؟ بعدين انت وقصصك فرحان بعظمى وما عظمى؟ قرار بريطانيا العظمى بتاعك ما كان يمر؟ قال والله احنا لن ننسى السودان، هو فرحان دولة عظمى. ها روسيا قالت ما بتنسى السودان ورفعت حق الفيتو. رايك في روسيا شنو؟ دولة عظمى ولا ما عظمى؟ انا وانت ما مقتنعين بعظمتها، مقتنعين الليلة دي رفعت يد واحدة وقفت لك مخططك ده، عظمى ولا ما عظمى؟ وقفت في حق السودان، قالت نمنع التدخل الخارجي. امس انتوا كنتوا بتقولوا البرهان يرهن الارادة الوطنية للتدخل الاجنبي، امبارح تقدم كانت بتقول البرهان يرهن الإرادة الوطنية للأجنبي. الليلة دي الإرادة الوطنية بتاعتكم بتشكر في بريطانيا إنها كانت قادرة تخش تشيل سيادة السودان، وفشل المشروع، فشل المشروع. هذه روسيا دولة عظمى ولا ما عظمى؟ رفع بس 4 أصابع وكفي اليدين، 4 أصابع وكف اليدين، وخلاك انت يا بيبي ترجع بخفي حنين. والله يا خالد والله قال نشكر مجهود تقدم اللي قامت به في بريطانيا. وينو مجهودك؟ ما جريته في الشوارع 3 ساعات حمدوك قالوا ما قادر جوه القاعة يخش الحمام. ما الكلام ده بيسرب يعني؟ 3 ساعات ما قادر في جوه القاعة، مش يطلع برا، هو جوه القاعة داير يخش الحمام، غلبه، عمل إعادة تدوير. وطبعا دي عادية عنده ما خنزير عم، وكرشته دي شايلين شنو يعني؟ حس كرشته بحجمها ده يكون فيها شنو جوه؟ ما هي المعدة دي والمصران وال دي ومالها كتيرة كده حاجة. هو ذات وشه صاحب الوجه الكتير، حاجات وشه دي ذاتها كتير، وشه كتير حمدو كتير. طب يعني ملامح ذاته انت بتروح فيها تفاصيل ما اعرف ذاتها ده شنو ده؟ شو عامل كده ده شنو ده؟ مترهل والبوتوكس ما نافع معه. قال نشكر تقدم في مجهودة الليلة شرطوا ليك الورق. كيف تشكر تقدم يعني؟ ها عشان تعمل مجهود زي ده تقنع الدعامي تاني يعملوا حشد من شرق النيل، ويعملوا حشد من النيل الأزرق، ويعملوا حشد من باقي القوى المستدعينها من الفاشر، ويعملوا حشد من الجنينة ويجيبوا مرتزقة من برة، ويجوا راجعين تاني يعملوا لهم مجازر في ولاية الجزيرة. لا لا الكلام ده ما بيحصل. احنا والله بنبشر الشعب السوداني مدني الآن مرمى حجر بإذن الله، هتسمعوا أخباره. وسنجة دي موضوع انتهى، سنجة موضوع انتهى، تقدر ترجعوا الموضوع ده الجيش بيرجعكم. في سنجة في حاجة واحدة معضلة، انه فيها متعاونين بفاوضوا في القوات المسلحة وما في ضمانات. طبعا الجيش ده بركب ميتينك ذاته، الجيش ده اقسم بالله العظيم يركب ميتينك. اتفقوا معاهم وتفاوضوا هيبلون كلهم والله. هتودون وين يعني؟ هتلبس كاكي جيش انت؟ هتمرق من سنجة تمشي وين؟ ما عندك سكة. قوام الدولة الآن يا حجة اتأسس، احنا شايفين الناس راجعة ولا مارقة؟ تفضل يا حجة. انا بسألك سؤال يا حجة نختم به القصة دي، انت قاعد تشوفي بصات مارقة ولا راجعة؟ قاعد تشوفي جيش ماشي ولا جاي؟ قاعد تسمعي جيش منسحب ولا متقدم؟
ما انت جيبي الورقة بتاعتك براحة بقى. الموضوع ده بالراحة كده كده حاجة نوزينه لك. ان شاء الله يكون فيه باب فاضي. اوه اخر هبابايه. يا حجة قالوا البرهان ما عنده سيادة. أنا داير أشرح لك الموضوع ده ونجي وراجعين تاني. البرهان قالوا ما عنده سيادة، قلنا خير وعديل وزين. في حاجة اسمها شرعية، في حاجة اسمها سيادة، في حاجة اسمها سيادة البرهان، في حاجة اسمها سيادة الشعب السوداني. متفقين يا حجة؟ طيب سيادة البرهان الآن على 18 ولاية، لكن ما في ولايات قلع من ميتين كون الدعم السريع، والله قلع من جوا دمنا ذاته وما ناكرهنا، لكن انت ما بتقدر تعمل فيها حاجه. سياده يعني شنو يا حجه؟ يعني انت تطير في الجو الا باذني. بتيجي طيارات بتنزل في نيال، والله قدر اللي بنلقاها قاعدين نرجومه. انت بتقدر تنزل علني؟ ما بتقدر. سياده الجو، سياده المياه الاغليميه، سياده الارض. طيب البرهان قاعد فيه مكتبه فيه برصدان، الثلاثه دي انت ما بتقدر تامر منين الا يشخط لك ورقه. اتفقنا يا حاج؟ دي اسمها سيادة. شرعية البرهان دي احنا دايرين نصل معاهم حتة كده، انا بدردق فيهم وقاعد اكشف الكلام ده. انا سايق القحادة لحتة، الحتة دي المصادمة اللي هم بيتفادوها، وحسوق ليها يا حجة. ما تخافي، موضوع الشرعية ده علاجه ودواه قاعد والله العظيم، وحيعملوهم براهم في روحهم، ويوم اللي يعملوه حيكون معلن وعلني واضح وشفاف، العالم كله حيشوفه. قحط حتتحرق، والكرت ده هو الكرت وحيد في موضوع الشرعية ده، في لعبة كده أنا سايقهم يلعبوها، ما في طريقة حيلعبوها يا حجة، موضوع منتهي، حيلعبوها حيلعبوها. مش قلت لك قبل كده بيلفوا الكدمول؟ مش قلت لك قبل كده بيجوا راجعين؟ هسي في وفود من حزب الأمة القومي، وفود من الحزب الاتحادي. أنا طبعا الموضوع ده في يدي، طلعت قلت بتحرق، بنحرق في كل الاحوال. فالجيش اهو طبعا عمك البرهان انت ما عارف، ابو فاتح متاكه زي ما فيه اي قفل، دار تعمل ليش يعني؟ والله البرهان بابه ما فيه قفل، دار تسوي ليش؟ ما بيجيك في الشارع، بيجيك في الشارع بيسوي ليش؟ ما بتقدر تعمل لك الضبط. فبابو فاتح اهو دخل علق العوال لك ديل، واحنا طبعا واحنا قامات ورموز البتاع والله. بيسمع منه ان عمك ما شنو بتاع مروحه مدسر هاي دور الفارات. طبعا ايش بك كده، واحنا وقوميتك بتاع مؤتمر الجامع ولا زي خدر لك في الفارات. هسه الناس حزب الامه حتتفاجئوا بين، حزب الاتحاد حتتفاجئوا بين، جايين راجعين دايرين. طبعا لا الكلام ده ما عنده، في حاجه اسمها سياده، في حاجه اسمها شرعيه. طيب يا حجه البرهان صلاحياته في السياده والشرعيه وين؟ انه هو حاكم السودان، القرار اللي بيطلع بره بيتعاملوا مع قراره. موضوع انه روسيا حاسه تفوض لاسم السودان دي شرعيه يا حجه، خالص لك ما شايف البرهان شرعي، لكن دي شرعيه يا حجه. روسيا وقفت البرهان ده، لو ما شرعي روسيا ما بتقف ولا شنو؟ ما نقعد احنا نالف سي. مش نادوا اجتماع الامم المتحده حاسه في اذربيجان؟ ايوه. مش نادوا القمه العربيه الاسلاميه في السعوديه؟ ما له خالص لك ما مشى. لماذا لم يذهب خالص لك؟ لماذا لم يذهب حميدتي؟ لانه ما عندهم شرعيه يا حجه. فالكلام ده ما يونسوك به، شرعي ورسمي وقاعد كده فوق ميتين ليوم الدين، والله صناعي. شفتي ذكاء صناعي يحكم البلد دي والله العظيم جد، ما عندهم فرفره. الموضوع ده منتهي، ما تشتغل به كتير. طيب موضوع السياده على الارض يا حجه، احنا هسه بنسود شنو؟ الاجواء حلو. انا مطار الخرطوم القريب ده ما دايره، وحس عيدي انا تركيزي الايام الجايه دي مع الجيش ان شاء الله، وكلامي هيكون وفي خط العودة حقنا. احنا مطار الخرطوم ده اصلا ما دارين ولا حنخسر فيه شهيد ولا طلقة. حلو. عندنا مطارنا بتاع الصالحة ده الجديد، الصالحة دي فيها دعامة قاعدين، وفي جامعة ام درمان، وقاعدين هناك في سوق ليبيا. كشحناهم بطيارة متفجرات مسيرات، خشوا لنا اولاد عمك الحفيان، كان لبس البوت وبيجا ما حفيان، بيجا مال حفيان، سيادة اللواء المال حفيان، بيخش لهم بكره بعد بكره بعد اسبوع. المهم الله يهديه، الله يهديه، بس
خش يا مرحب، ما خش اولادكم اولاد مبدا بيصلوا والله، تعال شويه ضغط كده معاهم وظبط الامور وكرروك يا حاج بيكونوا خشوا. في شنو تاني؟ سوق ليبيا بهناك المطار الجديد، تجدوا ناسين بالمطار الجديد يا هدى، سعد بابكر وتاركو وعبد الخالق بابكر معاه ان شاء الله. رنوي يا حاج، في شنو يا سعد؟ اعمل لنا الرنوي في المطار بتاعنا دي، في بتاع الصالح مطار خرطوم، ما عندنا حاجه. احنا الان بنتكلم عن السياده الجويه، عندنا شنو في الخرطوم هنا؟ الدعم السريع ماسكه مطار الخرطوم، ما حنشغله اساسا، ما حنشغله، خلينا لهم ذاته. مطار الخرطوم ده اتقسم واتخطط، ما في تاني مطار ولا موقع عسكري داخل المدن. هسه المطار ده حنبيعه، هسه دي حنا هسه حنعمل له مزاد، هسه نعمل له مزاد هسه. صف الاول من شهداء القوات المسلحه، صف الاول من شهداء الشعب السوداني يسكنوا ما جوا ما يسمع. والله طبعا انا ساكن في حي المطار، لا لا لا، انت حتكون ساكن جوا المطار. والله يقول لك هنا طبعا كان في الرنوي في الحديقة بتاعتي، حنقسمها كلها. صف الأول من شهداء القوات المسلحة، الشرطة، المواطنين، أول ده دي القرعة بتاعتنا، قرعة كده طوالي والله العظيم. جاد معك في شنو تاني؟ سيادة، رمز السيادة بتاع القوات المسلحة شنو؟ القيادة العامة قاعد فيها شيفت. يوم لك اتكلمنا الجيش زعلانين في جروبات بتاع ودو صرفه ده منو يطلع من صرفه ده؟ كلم فيه رئيس هيئة الأركان وبتاع، يا زول ما حتكلم فيه ولا أدرب، أنا ما أدرب معاكم أي عايز أظبط في أموري ماشي، أكتب مذكراتي وأقضي باقي أيام في المنفى في الجزائر، منفى اختياري، ما جاي ما أقدر أشوف ميتين كون ذاته. حاضر، ما لك تعمل لي صرفه ده منو ده؟ بخليه يجي هنا وبتاع، ما جايك ذاته، ما جايك عديل. ورئيس هيئة الأركان إن شاء الله يعني يستر، أنت بس إن شاء الله يستر. تكلم عن السيادة يا حجة، عندنا شنو حاسس في الخرطوم؟ عشان إحنا نعلن الخرطوم دي آمنة مطمئنة ونرفع فيها العلم يوم واحد واحد. بكرة الصباح أولادكم في القيادة ممكن يرفعوا العلم، ما الموضوع في العلم في القيادة؟ القيادة هي رمزية السيادة بالمناسبة بتاع القوات المسلحة، في يد الجيش ولا في يد الدعم السريع؟ في يد الجيش. يبقى الموضوع يا حجة موضوع شرعية وسيادة، وأنا مسيطر على السودان. الونس اللي بيقول فيها الدعامي دي ما تستغلبها كتير. عندنا حسي مطاراتنا، أجواءنا، عندنا 718 كيلو طولي من موانئ السودان البحرية الفاتحة في البحر الأحمر، دي في يد منه؟ القوات المسلحة. في يد الشرعية، في يد الجيش، في يد مجلس السيادة. اطمئن يا حجة، احنا قافلين الاجواء، خلي الراجل يفتحها، ما بتقدر تعبر، لا تستطيع. كذاب كذاب يا حجه، والله كذابين. ما تسمع الونسه وحنفتح مع البرهان اشترط لهم 3 شهور، وقال يا اخي ما يحصل فيها تهريب بتاع سلاح، اشترط الشرط داي. هسي بكره البرهان ده ممكن نصحى الصباح يخط له طبنجه في نص عدس وحياه الله يقفل المحبر، والله بيعملها بيعملها يا حجه، اطمئني. فاحنا اسف في موضوع الخرطوم، موضوع السياده، ناس يقول لكم بتاع في شنو؟ جيش القياده حيلاقي جيش المهندسين. الموضوع ده بكره يا صرفه والله ما عارف، بعد بكره والله ما عارف، بعد اسبوع اقسم بالله ما عارف. لكن الموضوع ده لو حصل، الموضوع ده مش انتهى. انا فتحت القياده العامه من بر الصينيه هناك كوبر شارع بيت خاتم، دخلتك طوالي جبتك هنا يا حاج. وين؟ شارع النيل، قطعنا الكوبري، نزلنا سلاح طبي ام درمان كلها بيجاي. احنا بنطلع من كرري بتخش كده نهر النيل الشماليه، كسلة، الشرق، ده شنو يا حجه؟ الدعم السريع هيكون قاعد وين؟ فتافيتوا القاعدين في شرق النيل، بفتح فيهم بوابه الكدرو، بفتح فيهم بوابه سلاح الاسلحه، بفتح فيهم العيلفون. موضوع انتهى يا حجه، الموضوع انتهى. انا قاعد محاصر في المدرعات، انت ما قادر تسيطر على جبره وجنوب الخرطوم، انت ما قادر تسيطر على الكلاك. لو انا محاصر في المدرعات ما فتحت الباب، بكره بعد بكره بعد اسبوع، احنا في النهايه ادوات الانتصار يا حجه في يدنا. نزلوا مستنفرين، نزلوا عائدين، المواطنين بيرجعوا ولا بيمرقوا؟ بيرجعوا.
الجيش ماشي ولا بينسحب؟ الجيش ماشي، نقطة عربي انتهى، نقطة عربي انتهى يا حاج. امشي نومي، الموضوع ده منتهي والله. الناس يقول لك اصرف، احنا والله احبطه. دي شنو يعني احبطه؟ دي شنو يعني؟ ما هو ده جيش القيادة، لاقي جيش المهندسين العربي انتهى. الجيش دخل كوبري بيكا، دخل مدني العربي انتهى، قطعت كوبري سنجة العربي انتهى، سقطت بهناك الضعين العربي انتهى. ما في حاجة يا حجة، موضوع وقت، الصبر الصبر بس. يلا شنو